طلعت انظف للارنب يا جماعه. حرفيا اللي شفته ورا الخشبه دي يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، بس يعني والله العظيم من كتر الفرحه كنت اعيط. انا والله ما كنت اعرف، والله العظيم ما كنت اعرف، لان حرفيا انا مش بدخل لهم يعني. هي سعديه ديت بصراحه حبيبه قلبي، فانا والله يا جماعه ما كنتش بدخل لهم، واللي متابع قناتنا يومياتي في مزرعه الروتين اي حاجه كنت بلقح لهم كده بالظبط واطلع. بقالي 20 يوم يا جماعه ما كنتش نظفت لهم، نظفت لهم اهوت، ولسه بس سايب الاوضه كده تتهوى وتنشف، والشمس داخله لها من كل مكان. هوريكم دلوقتي كل حاجه، ولسه هجيب لهم جير مطفي وارشه لهم في الارض. لسه يعني بعت واحد كده يجيب لي جير مطفي، لان خلاص كل سنه وانتم طيبين، بقى الصيف داخل علينا وبنقابل بقى مشاغل كتير جدا في الارضيه بتاعه الارنب. يلا بقى يا جماعه كده كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واللي مش مشترك معانا في قناتنا يومياتي في مزرعه اشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وندخل اوريكم المفاجاه دي. انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه، وهنرجع نشوف ايه المفاجأة دي. اللهم ابطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، او حاسدة تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعة رجال او نساء. اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء، اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء، اللهم ابطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على مبدئيا كده بس يا جماعة قبل ما افتح المفاجأة، أنا عندي ثلاث أرنبات، ثلاث أناتي، ومعاهم الذكر بره، الذكر بره، وفي واحدة تانية برضو بره. التلات أرنبات دول يا جماعة عندي بقالهم، عندكم السودة دي، السودة دي عندي من زمان. الاثنين اللي هما شكل بعض دول اللي بيقولوا عليه جبل اللي دخلوا الصفيحة، عندي بقالهم بالظبط بتاع 4 شهور، جاوبتهم من السوق ولدوا ولدة واحدة، ومن بعديها ما ولدوش، ومن بعدها بقالي بالظبط كده 4 شهور ونص مفيش أرنب ولد عندي خالص 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 خالص. لحد اللي متابع قناتي يومياتي في مزرعتي شايف إن أنا كنت بشتري من خالتي، بشتري من جارتي، تمام؟ فأنا برضو بصراحة يا جماعة الفضل يرجع لجارتي، لأن هي اللي خدت الدكر حرشتهولي. أنا كنت بحرش الدكر، الدكر كان عندي من زمان وكنت بحرش وكده، بس هي بصراحة اللي حرشتهولي برضو تحرشها ممتازة، هبقى أخليها تعمل لكم فيديو عليه، انتظروا. يا جماعة اللي ورا الخشبة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعة؟ شايفين العسل؟ شايفين؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 9 أرنبات، هما تقريبا الثلاثة يا جماعة والدين على بعض، تقريبا الثلاثة والدين على بعض. شايفين؟ خد يا عم الحاج ما تطلعش، عم الحاج طلع أهم يا جماعة، هما كبار، واضح إن هما كده يعتبر عمرهم 20 يوم أو أكتر. هو كمان في ميت. ليه بقى تقولوا لي عرفت إزاي؟ أقول لكم شمات الريحة بصراحة. شمات الريحة وأنا بنضف، فماتوا بقى لأن الثلاثة والدين على بعض. هما التلاتة والدين على بعض، التلات أرنبات والدين على بعض. شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله أكبر، ربنا يبارك يا رب. هما ضعاف ضعاف، هما سنهم كبير بس هما ضعاف. شايفين؟ هما طلعوا بقى خلاص يا جماعة، طلعوا طلعوا أهم. شايفين؟ هما راحوا عند أمهم تقريبا بقى، مع الله ما أعرف أمهم فين. هما طبعا بقى يتعاملوا كده أهو اهم يا جماعه. يا دي بقى المفاجاه، والله والله ما كنتش اعرف. حتى هي امهم شايفين بتبقى سده ازاي، بتبقى سده عليهم ازاي عشان ما يعرفوش لا يطلع ولا يدخلوا، حتى هو مش عارف يدخل. شايفين؟ انا بس عشان بحوش الخشبيه من بره اهو. طبعا ده كله كده انا هحوشه، حوش الكلام ده كله دلوقتي، وشايفين الرمل والحاجات، حوش ده كله كده دلوقتي بحيث انهم يعرفوا يطلعوا ويدخلوا اهو. حوش ده بس يا جماعة وارجع لكم. الأرنب التاني راح فيها. يا عم الحاج ادخل انت، انت مش عارف تعمل حاجة. اهم يا جماعة بقى. بس حوش بس ده وارجع لكم. يا جماعة كده بقى انا نضفت الحتة ديت، فتحتها يعتبر، وهم 4 اهم، والخمسة الباقيين جروا استخبوا مع الأرانب في البتاعة دي، عشان هو الأرنب خواف، وانا نضفتهم في الحتة دي. ان شاء الله بقى يا جماعه هبقى انضف لهم، هبقى اجيبهم، هبقى اعمل لهم اكل وكده معاكم، ونشوف كل حاجه مع بعض ونتابعهم مع بعض خطوه بخطوه. انا والله العظيم لما كنت بنضف يعني ولقيتهم كده هنا، لقيتهم في الحته دي كده، قلت ان انا افرحكم معايا واوريهم لكم،
انا والله يا جماعه ما اعرف هم اولاد مين، وهل هم اولاد واحده ولا اولاد الثلاثه مع بعض، بس انا بصراحه شاكك ان هم اولاد الثلاثه مع بعض، لان كان في ميت. انا بقول لكم كان في ميت، لما نظفت لقيت ان كان في ميت وهم مطلعينه بره في العشه، لقيت بتاع 4 جثث كده صغيرين خالص، وكانوا مطلعينهم في العشه، كانوا مطلعينهم ورا خالص كده، او الله اعلم ده كان عش لوحدي ولا ايه، بس ما اعرفش. الحمد لله يا ربنا يعوض علينا يا رب. انا بصراحة يا جماعة لما نفسي بتتسد من حاجة ما بدخلش ولا بشوف ولا بعمل، هوريكم الشكارة اللي نضفت فيها برا. فهم بقى ان شاء الله كده التلاتة مع بعض، واحدة هي اللي جابت التسعة، حلو خير، التلاتة مع بعض هم اللي جابوا التسعة، المهم ان التسعة جو خلاص الحمد لله يا جماعة، وان شاء الله نشوفهم مع بعض. الارنب برضه هسه ده برا، هدخلهم انا بقى دلوقتي بس بعد ما المكان ده ينشف. اهم حاجه يا جماعه بقى ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.